بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا متابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد، صيد الزرافات بالبنادق الناريه. زي ما انتم شايفين، شوف امراه يعني تتجاوز ال 45 سنه. شوف عطاها يعني في البطن، اصابت الزرافه في البطن. طبعا الضربه دي مش قاتله، شوف كده، شوف سبحان الله، الزرافة تعتبر أطول الكائنات على سطح الأرض، سبحان الله، عملاقة. شوف هنا بتطبق عليها بالرصاصة التانية، شوف هنا الرصاصة القاتلة، شوف كسرت لوح الكتف، يعني دخلت على القلب والرئتين. شوف يعني، شوف 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 شوف، شوف يعني سبحان الله، الجماعة الأوروبيين دول ما عندهمش رحمة. دمكم. شوف انا كبير في السن، يعني عدى 60 سنة، شوف 55 يارد في الصدر، في صدر الزرافة مباشرة. شوف لاحظ هنا، شوف يعني ضربة قاتلة. شوف 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 شوف, شوف. إصابة قاتلة. شوف هنا نفس الرجل الكبير في السن، في الرأس. شوف 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 شوف، أقوى مشاهد صيد الحيوانات على الإطلاق. شوف شوف سقطت. شوف هنا، شوف الطلقة، شوف 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 شوف، توقع فيل الطلقة. لو جات الفيل هتنزله هتنزله. شوف طبعا الزرافات غير مهددة بالانقراض، سبحان الله، مع الصيد الجائر ده كله وغير مهددة بالانقراض، سبحان الله. شوف هنا مقطع قديم، شوف 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 شوف، أصابها في الكتف. دي زي ما بيقولوا حلاوة الروح، لكن الزرافة هتسقط هتسقط. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.